معكم خلود، أصغر مشاركة في برنامج أحسن باتيسي على مجلة لالا العروسة. تأثرت بزاف وبكيت. لا، وإذا بغيتي تشارك باقي يومين الكاستيك، باقي لي نهار وخاصني ناخذ الكاتو ديالي معدل من تطوان حتى لكازا. معكم خلود، أصغر مشاركة في برنامج أحسن باتيسي، 24 سنة، ممثلة مدينة تطوان وجهة الشمال في البرنامج. التجربة ديالي في برنامج أحسن باتيسي بالنسبة أنني كنت أصغر مشاركة، كانت في الأول عندي تخوف بأنني من مدينة الشمال ومشاركين آخرين من مدن أخرى، وأول مرة كنسافر بوحديتي وكنترك العائلة ديالي، كنت مشاتق كاملة وأنا خوفانة وخوفانة ما ندمش مع مشاركين آخرين. الحمد لله تلاقيت بناس مزيانين بزاف وبطني معهم علاقة أخوية، وباقي لحد الآن دابا كنتواصلوا ورجعنا بحال العائلة، وعملوني بكل لطف وكانوا كيوانسوني ويعملوني مزيان مع أنني صغيرة، وكانوا كيفشحوني وكانوا كيعيطوا لي شوشو البرنامج. كنت فرحانة بزاف، كانت تجربة زوينة بزاف. المشاركة ديالي في برنامج أحسن باتيسي كانت صدفة بالنسبة لي ومفاجأة في نفس الوقت. ماما واخواتي شافوا الإعلان في التلفزيون اللي بغى يشارك يصارد الفوتو الكاتو ديالو، رقم واحد الواتساب، بغاو يشاركوني. أنا ما كنتش في بالي، آخر كاتو كنت عملته هو كان عيد ميلاد أختي في نفس الشهر اللي كانت فيه الإعلان المسابقة. صادوا الفوتو الكاتو ديالي وعجبهم السيدة اللي تلقات الفوتو وعودت الاتصال بيا. ديك النهار هو كان يعدلو لي مفاجأة، كانت نهار الجمعة بقى كنعقل، كنسمع التليفون كيسوني، تليفون د ماما ماشي حتى الواتساب ديالي، تليفون كتسوني وكتقول لي ماما هاك هاك هدا. ملي قلت لها الو السلام عليكم، قالت لي الو السلام عليكم، انا مسؤوله على برنامج احسن باتيسي، شفنا الكاتو ديالك وعجبنا، واذا بغيتي تشارك باقي يومين الكاستيك خصك تجي ضروري من كازا. يعني كان باقي لي نهار وخاصني ناخذ الكاتو ديالي معدل من تطوان حتى لكازا. تفاجئت ما عرفتش، لان ما في بالي والو، عاد قالوا لي حنا عملنا لك مفاجاه، هذا واحد البرنامج جديد، اول ايميسيون عربيه في النسخه ديالو. صافي قالوا لي خصك تشارك ضروري، وانت عندك موهبه. مشيت خرجت تسخت وعملت الكاطو ديالي ومشيت فيه من تطوان حتى لكازا. والمشكله انني بغيت نقطع في القطار السريع ما جباتش، مشيت في الكار عادي، يعني من 8 الصباح وصلت حتى 3 العشيه في كازا، وكان ديك 3 عندي ضروري ندخل، كان عندي الموعد في 3. مشيت بالكاطو ديالي هزاه في يدي، نفس الحركه بقيت عامله هايده مشابه بين يدي وخوفانه عليه. توصلت والحمد لله جازت اول كاستين، كانت مزيان، وجاو عيطوا لي في المره الثانيه. بعد المشاركه ديالي في برنامج احسن باتيسي حسيت بانني جبرت نفسي اللي كنت كنفتش عليها، البرنامج تاح لي واحد الفرصه بانني نجبر خلود والموهبه ديالي، نزيد نسقلها، تعلمت من لي شاف، خديت الخبره، تعلمت كيفاش نتعامل مع الكاميرا، وهذا طاح لي فكره بانني نفتح شين يوتيوب نزيد نوري فيها الناس، نزيد نعلمهم داكشي اللي تعلمت انا، ونزيد نتعلم منهم ونقربهم ليلي. وهذا اللي بديت الخطوه الاولى عبر الحساب ديالي انستغرام، بديت كنزل دي بوتيت فيديو كيفاش نعمل بعض الحاجات، ولقيت الحمد لله الناس كتستجوب معايا وكيدعموني وكيقولوا لي خصك تزيد تكمل، وحتى البرنامج المسؤولين عليه كيزيدوا يدعموني وكيقولوا لي بان خصكم تكملوا من بعد، هذا هو غير البدايه. ودابا كنفكر نزيد في الحرفه ديالي الحلويات ونعتمد على اليوتيوب. بالنسبه للاقصاء ديالي، في حال اي مشاركه كيبقى فيك الحال، بقى فيا الحال، حيت كان باقي خصني نوري الناس ونزيد نبين على المهارات ديالي. مع احنا كنا في واحد الوضعيه جديده، كان التصوير اول مره كنمروا هذيك المرحله التصوير ونشوفوا الناس كيفاش، والطغناج، وكنا في الاول باقي ما لقيناش نفسنا، باقي خوفانين. بالحق الحمد لله كان ليكيب كامل كيساندنا وكان واقف معنا وكنا عائله، واخا بالنسبه لي انا الكاميرامان اللي كان معايا كان كيسمح ما كيوقفش في الحد الخدمه ديالو، كان كيساندني الوقت اللي كنشوفني الكاطو ما كانش مصايب مزيان كيقول لي لا ما تستسلمش باقي الوقت زيد. كنا عائله، والاخصاء كان في حالي في حال اي مشاركه،
بقى فيا الحال، الحمد لله كل واحد والحظ ديالو. من بين الصعوبات اللي كانت كتواجهني انا خاصه المشاركين بعامه كان الوقت. اول مره كنخدموا في ضغط الوقت بان يكون عندك ساعه محدوده وانت خاصك توجد واحد كاطو كيوجد في العادي على يومين، كيكون معك جورناليست، كيكون معك كاميرامان، كيكون الحركه ديالك خاصك تكون مضبوطه. الضغط كان علينا وستريس، وكان الخوف بالنسبه لي كان الخوف والدهشه، هادو هما الصعوبات اللي كانت كتواجهنا. من بين اصعب اللحظات اللي كانت كتواجهني هي ملي كنت كنتفكر العائله ديالي، وكنكون انا مسنسه وكنتفكر ماما، وكاين بعض النوبات كيتطرح علينا اسئله على العائله وانت كتكون في وسط البرايم، كنصاب بالحزن لانني اول مره كنتفرق على العائله ديالي، وعاود كنا كنحزن انا ملي كان مشاركين معنا كيتقصاو. كانت تكون هذيك من اصعب لحظات واخيبها بالنسبه لي في البرايم. من بين الطرائف اللي كانت كتوقع لي هي بالنسبه للهجه ديالي الشماليه، كان الزملاء اللي معايا وحتى ليكيب كنكون انا خدامه كنقول لهم خصني ناقصني شي حاجه. فحال واحد النوبه قلت لواحد المشاركه، مشيت عندها قلت لها خصني الملاح، خصني الملاح، هيدا كنت مزوبه قلت لها خصني الملاح، هي بكل جديه وهي كتشوف فيا قالت لي شني ما عنديش. عاد بدات واحد المشاركه اخو كيفهم اللهجه التطوانيه قال لها الملحه، هي كتسقسي على الملحه واللوز، كانوا كيداو يلقموني كيضحكوا عليا كيبداو يقولوا لي اللوز وما كيقولوا اللوز السكر. هاد الطرائف كانت كتوقعنا بعدنا، بس كنا كطيح لك شي حاجه من يدك ولا كتكون نسيتي شي حاجه ما عملتيهاش في الكاطو، عاد كترجع تخوي داكشي كامل وترجع تعاودو. هادو من بين الطرائف اللي وقعتنا. بالنسبه للمشاركين انا بالنسبه لي كانوا كاملين متميزين وكاملين كانوا كيستاهلوا، بان بما انهم تصنفوا من بين 10 احسن باتيسيه في المغرب فهذا بالنسبه لي لهم ضروري غيكونوا متميزين. في حال شفيقه زميله ديالنا كانت اختصاص متميزه في الحلويات الفرنسيه، وكانت كتوازن بين المذاقات بصفه هائله. كانت صديقه ديالنا ايمان من مراكش كانت متميزه كتدخل بزاف العطور المغربيه، في حال العطور اللي عندهم مشهوره في مراكش كنبقاو حنايا نضحكوا عليها كتقولنا حنايا انا ضروري ندخل العطريه ديالنا. كل مشارك كان كيتميز بواحد الحاجه ديالو هو، وكان كيبين في لي كاطو ديالو. القدوة ديالي في هذا المجال هي ماما بالصفة الأولية، لأن هي أول وحدة دخلتني معها المطبخ، بقى كنقالني كوز باقا ستيتوا كانت كتجي مناسبات والأعياد وكتجي وتدخلني معها وتعطيني واحد الخبيزة ستيتوا تقولي هادي ديالك عدلها نتينا تعلم واخا تخطا كتعاود تقولي ما تستسلمش، وهي اللي ساندتني وشاركتني في البرنامج. وهذا كنقول أنا دايما دايما كنقول ماما هي القدوة ديالي في هذا المجال الحلويات وفي اي حاجه، ماما هي القدوه ديالي. من بين اصعب اللحظات اللي بكيت فيها في البرنامج هو في برايم الاولي، كان عيد ميلاد ديالي وكنت اول مره ما كايناش مع العائله ديالي، بالحق الاصدقاء ديالي واللي كيف كامل فاجئوني وعدلوا لي غنوا لي اغنيه عيد ميلاد، وكان في وسط البرايم وكان مسجل. تأثرت بزاف وبكيت، هذه كانت من أصعب اللحظات اللي تأثرت فيها. وكاين لحظات أخرى كنت كان نعيا وكان يكون علينا الضغط وكاد جبراسك صافي عاد تستسلم، وانتي تعبتي بزاف في ديك الساعات أخرين كاد جبراسك صافي كتقول أنا ما قدرش نكمل وكاد نبكي. بالحق ضروري كان ما يجي شي واحد من ليكيب ويعطيك ديك الدافع ديك القوة باش ترجع تخدم وتقدم شي حاجة تكون راضية عليها. أحسن برايم بالنسبة لي هو البرايم الثاني، تصادف بأنه عطاونا في التحدي الأول اللي كيكون وصفة بروح جديدة بافلوفا، وهي حلوة كتعجبني بزاف وكنت عملتها بشكل جديد وباللمسة ديالي، زدت عليها مكون المغربي الزعفران الحر، وكان عجب لجنة التحكيم وعجب ليكيب والزملاء ديالي كامل، حتى الشكل كنت عملته جديد. عاود عطاونا في التحدي الثالث اللي هو
كرياتيف. كان تحدي كيهضر على السفر، انا كنت عملت جيون كاب كيك كيمثل مدينه شفشاون، كان برايم مليء بالمرح وكنا ضحكنا فيه وخا عينا وكان طويل، مي كان جوزنا نشطانين، كنا باقيين مجموعين، باقيين الاصدقاء ديالي كاملين في البرنامج، كان جاز برايم زيون هو اللي عجبني. كنبغي نهنئ هاجر من برشيد بالفوز ديالها، كانت كتستحق اللقب وقدرت تثبت بان المرأة المغربية اللي ربت البيت والمرأة العادية تقدر تحقق الهواية ديالها وتقدر تنافس الزملاء اللي يكونوا متعلمين. واخا كانت هي كدعية وكانت كدبكي، بالحق قدرت تستحق اللقب وخداتو وانا فرحانة. العلاقه ديالي مع المشايكين هي علاقه متميزه، جعنا فحال العائله، باقيين كنتواصلوا مع بعضياتنا كاملين، كنتلاقاو ملي كتتحنا الفرصه، سافرنا وتجمعنا مع بعضياتنا. ومن هذا المنبر كنوجع تحيه شفيقه اللي عزيزه عليا بزاف، وهي اللي جمعتنا من بعد البرنامج، وهي كانت الاخت الكبيره ديالنا. كاين هاجر وكاين ايمان واقرب وحده ليلي هي سكينه اللي قريبه ليلي بزاف، كنا ما كنتفارقوش مع بعضياتنا في البروغرام، قرابين بعضياتنا في التفكير وفي السن. كنبغي نوجه لها تحيه وكنقول لها كنبغيك بزاف، وان شاء الله نتلاقاو عما قريب. بالنسبه لي غراند شيف اللي مشهورين في الباتيسري وكيعجبوني انا شخصيا، انا كيعجبني لا باتيسري فرونسيز، كان يعجبني نتبع الشيف ميشيلاك فيليب كونتيسيني، هادوما اللي قبل ما نشارك في البرنامج ركزت عليهم وركزت على الوصفه ديالهم، لانهم كيتميزوا بواحد البساطه وفي نفس الوقت كيعطيو حلويات راقيه وكتصنف من احسن الحلويات في العالم. وقدروا من خلال اليوتيوب، انا بالنسبه لي من خلال اليوتيوب كان قدرت نتعلم منهم، وكينزلوا دي وصفات وكيشرحوا بهذا الشيء. كنبغي نقول للبنات والولاد كاملين اللي عندهم هذه الهوايه يبداو غير من اليوتيوب ويتبعوا الشيء اللي شاف ويستافدوا منهم ويثقوا في الحلم ديالهم ويوصلوا له ان شاء الله. وحتى انا بالنسبه لي نقوم بنفس الشيء، غنعمل القناه ديالي في اليوتيوب اللي غتكون خلود احسن باتيسيي، اللي غنقدم فيها الشيء اللي كنعرفه ونشاركه مع البنات والشباب اللي بغاو يتعلموا، ونشارك معهم الوصفات ونشرح لهم الشيء اللي فهمته انا باش يشاركوه. وبهذا الشيء بديته قبل في الانستا ديالي اللي هو خلود احسن باتيسيي. كانت اللي بغى اي استفسار او اي حاجه يتواصل معايا وانا غنكون ضروري في الاجابه. كنبغي نشكر بزاف 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 المتتابعين ديالي اللي ساندوني وكيصادوا لي دي ميساج، صغارين وكبارين كيوصلوا لي لي ميساج لي زوديو كيقولوا لي حنا كنبغيوك بزاف وكنساندوك. انا ما توقعتش بان نقدر يكون عندهم هذا الرد الفعل هيدا اللي كيشجعني، مي الحمد لله. كنبغي نقول لهم انا كنبغيكم بزاف وغنزيد نزيد نعطي الجديد باش نكون في عند حسن الظن. نشكر بزاف مجله لالا العروسة والمتتابعين ديالها اللي عيشاهدوني على الضيافه ديالها وعلى هذه المقابله، كنشكرهم بزاف وكنتمنى لها مزيد من التالق والنجاح.